نعم دكتور، كيف تقرأ عدم رد المقاومة من غزة على هذه المسيرة؟ حقيقة عدم رد المقاومة من غزة له سبب، يعني هذا سؤال، يعني هذا سؤال أثير، يعني الأصل يعني أثير بحكم الواقع وبحكم للأسف الشديد أنه بعض قيادات المقاومة أعطت تصريحات رفعت سقف توقعات الجمهور أكثر مما يجب، يعني وهذا كان محتاج إلى ضبط، يعني ضبط الخطاب، مع أن قيادة المقاومة أصلا لم تصرح بأنها ستقوم بإعلان حرب، يعني وهذا يعني حقيقة، لكن طبيعة الحديث وطبيعة السياقات فهم منها من قبل المتعاطفين والمتحمسين بأن المقاومة ستشن حرب، هذا غير صحيح، يعني أن المقاومة لم تعلن أنها ستشن حرب من غزة من بسبب ما يحدث، يعني إنما هناك كان يعني هناك إعلان تهديد من المقاومة بأنها ستكون لها رد، وهذا طبعا يعني الناس توقعوا أن يكون الرد الآن في هذا التوقيت وهذه اللحظة، وهذا إشكالية يجب يعني معالجتها في صياغة الخطاب حتى لا يتم تفسيره كما تم تفسيره الآن لدى كثيرين، يعني الذين يطرحون هذا التساؤل وهو تساؤل مشروع بسبب طبيعة الخطاب، وفي هناك من تساءل أو وجه باللمز للمقاومة بسبب هذا الموقف، هؤلاء يعني الذين لمزوا المقاومة في هذا الموقف هم أصلا يعني يلمس الموقف، إذا لو المقاومة ضربت فإنهم يعني ساعة الحرب لن يتكلموا، لكن بعد ما تنتهي الحرب طبعا الحرب تجلب كوارث ومصائب وتزيد الحصار، وهذا ما شاهدناه، يعني أنا مثال شاهدت بعض الشخصيات التي يعني بارزة أحيانا في انتقادها لما حدث، وذهبت إلى صفحته في أثناء الحرب وجدت يعني ساكت ويشيد بفعل مقاومة شعبنا، لكنهم دون أن يثني على المقاومين، يعني من هم المقاومين، من هم هؤلاء الأبطال، وهذا طبعا، وثم بعد انتهاء الحرب بدأ يشن حملة شعواء على المقاومة بأن بالكوارث الطبيعية التي يعيشها سكان قطاع غزة من حصار وجوع وعدم تعمير، هل حل بنزها يعني حتى يعني نطب الفعل المقاومة في وقتها ثم بعد الحرب بدلا أن نضمم جراح الناس ونصبرهم نشن عليها حملة وشعواء؟ إذن هؤلاء يعني هذا الحديث عند البعض يعني مرفوض، هناك فهم يعني فهم خاطئ أحيانا وصل بعض الناس من بعض المتعاطفين، سببه الإشكالية في طبيعة الخطاب وضبابية الخطاب، ولم يكن هناك خطابا واضحا، يعني لا تستطيع المقاومة أن أحيانا قد توضح خطابها، فهذه إشكالية موجودة يعني يمكن فهمها، لكن بشكل عام ليس بالضرورة أنه يكون هناك حرب، يعني في على قطاع غزة المحاصرة في كل 24 كل 12 شهر، يعني هذا طبعا مش غير منطقي، القدرات والإمكانيات غير متاحة في قطاع غزة، لشان حتى لو المقاومة بإمكانياتها عندها إمكانية أن تقوم تواجه بمعركة، لكن الحاضنة الشعبية يجب أن تكون هناك جزء من تحمل مسؤولية القرار، يعني وهذا طبعا للأسف يتطلب أنه من يطالب المقاومة في غزة أن تقوم عليه أن يسأل نفسه، هل قاسم سكان قطاع غزة لقمة العيش معهم؟ هذا خاصة من يعيشون في خارج قطاع غزة ويطالبون المقاومة يعني من غزة بأن تقوم بحرب، بعضهم يعني يعيش في نعيم ولا يدري ماذا يدير في من وضع واقع مأساوي في قطاع غزة، هذا طبعا يتطلب من الجميع أن يكون دوره. ثاني نقطة، المقاومة هي ليست فعل الحرب فقط، المقاومة نافع فعل آخر، أين الفعل الشعبي الواسع الذي كان مفروض من الصباح في الضفة الغربية؟ صحيح انطلقت مسيرات في نابلس وجنين وبعض المناطق، نعم، والخليل نوعا ما، نعم، لكن بشكل عام لم يكن بالحجم المكافئ لما يمكن أن لما جرى، يعني هناك كان يجب أن يكون هناك حشود أكبر وتجمعات أكبر، بعض الفصائل كانت يعني كانت تنتظر فقط تريد أن المقاومة في غزة أن تتحرك فقط، ليس لديها خيارات ولا ليس لديها موقف سوى إصدار البيانات والتحذيرات والمناشدات وغير ذلك، نعم، لكن على الصعيد العملياتي لم تقم على الأقل، نعم، بحج جمهورها،